جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مما قرأت أن من ترك العمل من أجل الرياء فقد وقع في الرياء، هل هذا القول صحيح؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يترك العمل خوفا على نفسه من الرياء، لأن ترك العمل شر وخسران، وأيضا هو من وسوسة الشيطان. يأتيه الشيطان ويقول له لا تقوم في الليل، لا تصوم تطوعا، لا تذهب إلى صلاة الجماعة، لأنه يخشى عليك من الرياء، ثم يترك هذه الأعمال، وهذا ما يريده الشيطان. فالواجب على المسلم أو الذي ينبغي للمسلم ويليق به أن يحرص على الأعمال الصالحة ويستعيذ بالله من الرياء ويخلص النية لله عز وجل. ولهذا يقول بعض السلف العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء، والعافية أن يعافيك الله منهما. نعم.